مش منسين هنتكلم على الهيدروليك جاك. او مثلا معانا في هيدروليك ليفت هنا في وزن 500 كيلو جرام، طبعا 500 في عجلة الجاذبية الوزن عشان يبقى وزن على التيوب بتاع الليفت هنا. التيوب هنا مديني القطر بتاعه 1.2 سنتي، والناحية التانية السين تيوب 1 سنتي، بس ايه في ارتفاع مجهول هنا اللي هو الاتش. تمام، ده اويل، طبعا ده اويل، وكثافة الاويل من تاني. هبتدي في المسألة ازاي. اول حاجة الضغط عند النقطة دي، هو الضغط عند النقطة دي يبقى اول حاجة كده البريشر بيساوي الوزن على الاريا. دي اول حاجة هبتدي افكر فيها، البريشر هيساوي الوزن على الاريا، يبقى بيساوي الام في الجي على الاريا اللي هي باي على 4 دي سكوير. يبقى البريشر هيساوي 589 باي على 4 1.2 على 100 عشان تبقى بالمتر والسكوير. ده هيطلع بالنيوتن على المتر مربع 4.34 من 100 في 10 أس 3. تمام، هيساوي الضغط هنا جيج بي جيج اللي هو هيساويه ضغط، ده بيساوي ايه؟ بيساوي الرو اويل الجي الاتش اويل. بس انتهت كده المسألة خلاص. الاتش اويل اللي هو عايزه هتساوي 4.34 في 10 اس 3 على الكثافة دي في عجلة الجاذبية، ده هيساوي 0.567 متر. كده ببساطة شديدة المسألة بتاعتنا. المسألة اللي بعديها بتتكلم على برضه هيدروليك جاك، بيقول ان في تو شيمبر هنا. الشيمبر الاولاني ده في هواء، عايز يحسب الضغط هنا عند ايه، وهنا الشيمبر التاني في هواء برضه عايز الضغط عند بي، بيفصلهم بيستم. تمام، في فرق في الليفل اهو، في ليفل ديفرنس. هو مديني الابعاد دايمنشن، ومديني قطر البيستون، ومديني الايه برضو الدايمنشن بتاعت الوتر بتاعت الايه التو شمبر، وعايز يحسب الجيج بريشر عند بي وجيج بريشر عند ايه، ومديني وزن البيستون 25 نيوتن. اول حاجه افكر فيها نعمل بالانس على البيستون عشان اجيب الضغط عند نقطه سي. فيبقى الضغط عند نقطه سي في الاريا بيستون، طلعه بره اهو، بيساوي يكافئ الضغط الجوي اللي من بره اهو على الاريا بيستون. الضغط الجوي في الاريا بيستون، تمام، ده فورس برضه اهو، زائد الوزن اللي هو الام جي بتاع البيستون. يبقى التو فورسز دول بيساوي الفورس الناتجه عن الضغط عند سي في الاريا بيستون. ده اول بالانس هعمله. تعال نكتب كده باشمهندس. يبقى البي سي في الاريا بيستون بيساوي وزن البستون في عجلة الجاذبية، كتلة البستون في عجلة الجاذبية اللي هو الوزن، زائد الضغط الجوي في الاريا بستون. طلع الضغط بي سي لوحده اللي انت هتحتاجه لما تيجي تعمل بالانس بين نقطة سي و اي، وتعمل بالانس بين نقطة سي و دي. فانا هجيب ايه الضغط البي سي لوحده، يبقى ام جي على اريا بستون زائد الضغط الجوي. وايه المعادله دي مهمه جدا. مبدئيا الضغط عند نقطه اي هو نفس الضغط عند نقطه ايه، لان ههمل تاثير الهواء هنا زي المساله اللي اتكلمنا عليها في المانومترات. ويبقى نقطه التلامس اي هو نفسه ضغط عند ايه، ونفس القصه الضغط عند نقطه التلامس دي هو نفسه الضغط عند بي. يبقى نكتب الملاحظه دي، يبقى الضغط عند اي بيساوي ضغط عند ايه، والضغط عند دي يساوي ضغط عند بي. دي كده برضو مهم. انا هشتغل بقى دلوقتي بالانس بين الاي والسي اللي هو الارتفاع بينهم، الارتفاع الاي السي اي. تمام، يبقى ضغط عند اي بيساوي الضغط عند سي زائد وزن الضغط الناتج عن وزن عمود المية ده اللي هو الرو جي
اتش، الاتش هنا اللي هي سي اي. يلا بينا. البي اي كده معدل رقم 2. نفس القصة ما بين سي ودي، ممكن المعادلة دي اجيب الدي منها افضل يساوي بي سي ناقص رو جي سي دي. دي كده المعادلة رقم 3. تمام. ممكن اعوض بقى سي هنا، اعوض سي هنا في المعادلتين 2 و 3، يعني اجيب سي واحط اعوضه هنا في 2 واعوضه هنا في 3 واعوض تعويض مباشر. خلصت المسألة خلاص، هو ده اللي انا هعمله. يبقى طبعا ضغط الاي اللي هو ضغط الاي، مش محتاج اقول. تمام. يبقى بي اي هعوض بقى بالسي اللي هو ضغط نقطة اي بيساوي الام جي على الاريا بيستون زائد الضغط الجوي زائد رو جي سي اي. ودي الضغط الجوي هناك عشان يبقى بالجيج. خلاص يبقى الضغط ده هيبقى بالجيج. ودي دي كده، والضغط هنا هيبقى جيج عشان برضو ما نكتبش تاني. هيساوي ده زائد ده. تمام. وهاجي هنا برضو هقول البي دي بتساوي البي بي زي ما اتفقنا، هتساوي عوض بالسي اللي هي الام جي على الاريا بيستون زائد الضغط الجوي زائد ناقص هنا ناقص رو جي سي دي. اودي ده هناك اهو، يبقى ده جيج وده جيج بيساوي ده زائد ده ناقص ده ناقص ده. اعوض بقى تعويض مباشر، هجيب البي اي جيج اللي هو البي اي جيج بيساوي عوض مباشر 25 الوزن، الوزن والام في جي على طول 25 على باي على 4، الدايمتر بتاع البستون 3 من 10 كل تربيع زائد رو ل 10 اس 3 في 9 8 من 10 الوتر في 25 من 100 اللي هو 25 سنتي. ده هيطلع ب 2806 نيوتن على المتر المربع. وتاني ضغط عند دي جيج يساوي ضغط بي جيج. نفس التعويض الاولاني ده نفسه ناقص، بس هنا هيبقى ناقص. ونفس الليفل بس هنا هيطلع بالنيجاتيف 2999 نيوتن على المتر المربع. كده تكون خلصت المسألة اللي معانا. المسألة بقى اللي بعديها يا باشمهندس معانا هيدروليك بريس، مديني القطر بتاع الرام ومديني القطر بتاع البلينجر 125 مللي وده 12.5 مللي، وبيقول لي عايز الفورس ريكوايرد اون بلينجر تو ريز ماس 1000 كيلو جرام اون رام. تمام. عايز الفورس دي. نبتدي نحل واحده واحده. وبعدين هو يطلب هنا نمبر اوف ستروك ومديني بس طول الاستروك بتاعه البلينجر هنتكلم عليها، ومديني هنا سرعه الرام لان مديني ايه هتطلع ليفتد الويت هنا هتطلع ليفتد 1 متر على 12 منت يعني 12 في 60 يبقى دي السرعه مدان. عايز نمبر اوف ستروك للبلينجر. خلاص تعالى نحل الاول نقطه نقطه. الضغط هنا هيساوي الضغط هنا. خلاص بسيطه جدا. الضغط عند نقطه 1 بتساوي الضغط عند نقطه 2. تمام. اللي هو ضغط
اللي هو الفورس الاف بيستون فورس دي على البلينجر او البيستون على الاريا. الاريا هنا اللي هي الاريا سمول بيساوي الناحية التانية وزن اللي على الرام على الاريا كابيتال اللي هي الاريا بتاعت الرام. ممكن اخد الوزن على الفورس عشان اخلي الاريا على الاريا تريح معايا في الاختصارات. والتحويلات كمان كده تمام. يبقى اعوض الف الف كتلة هنا في عجلة الجاذبية على فورس اللي هو عايزها بتساوي 125. مش محتاج احول بقى لانه يروحوا مع بعض 12.5 كل ايه تربيع. الالة الحاسبة الفورس للبلينجر هتساوي 98 نيوتن. عايز احسب بقى نمبر اوف ستروك. عشان احسب النمبر اوف ستروك ممكن احسب الباور. عايز احسب الباور خلاص. طب احسب انه باور هو مديني معلومات تخليني احسب الباور الناحية التانية الباور اوتبوت ومنه استنتج الباور انبوت. لو مديني كفاءة الهيدروليك بريس هيبقى طبعا الكفاءة بتاعته الباور الاوتبوت اللي هنا الباور هنا هي اوتبوت على الباور انبوت انبوت باور. طبعا مش مديني كفاءة يبقى 100% يبقى الاتنين دول بيساووا بعض. يبقى انا لو جبت الباور اوتبوت اساوي الباور انبوت وبالتالي اقدر الخطوة اللي جاية اشوف هجيب النمبر ستروك ازاي. يبقى الباور بيساوي ايه؟ الباور بيساوي الفورس في الفيلوسيتي خلاص. يبقى اذا الباور اربوت اوتبوت بيساوي الفورس 98 في الفيلوسيتي اللي لسه قايلين 1 متر على 12 منت يبقى في 60 عشان تبقى على الثانية يبقى بايه متر على السكند. ده كده هيطلع ب 13.6 وات. الكفاءة كده اعتبرتها 100% يبقى الباور اوتبوت على الباور انبوت. يبقى الباور انبوت برضو او الانبوت باور 13.6 وات تمام. خلاص كده انا ايه وصلت ل يعني لحل المسألة خلاص كده. يبقى النمبر اوف ستروك في الاريا للبلينجر اهو ادي الاريا للبلينجر في طول الاستروك هو مدهوني يبقى انا جبت الفوليوم. طول الاستروك يبقى كده ده الفوليوم تمام. هساوي الفوليوم هنا بالفوليوم هنا تمام. يبقى بيساوي باي على 4 دي كابيتال سكوير في طبعا الارتفاع اللي طلعه الرام 1 متر يبقى بيساوي الفوليوم في الناحية دي تمام. يبقى اقدر اجيب نمبر اوف ستروك. يبقى النمبر اوف ستروك بيساوي باي على 4 وفي نفس الوقت قدرت ان انا احسب الانبوت والاوتبوت باور لان هو كان طالبهم مني برضو في 12.5 سكوير في 250 في 10 اس ماينس 3 هو مديني طول الستروك 250 مللي بيساوي باي على 4 الدامتر بتاع الستروك بتاع الرام 125 مللي سكوير في 1 متر. طبعا انا ممكن اضرب هنا في 10 اس ناقص 3 وهنا في 10 اس ناقص 3 فخلاص دي راحت معايا دي من المعادله دي في مجهول واحد نمبر في ستروك. هجيب ده واقسمه على ده هيطلع نمبر في ستروك 400 ستروك. بكده برضو المسألة بتاعتنا تكون انتهت. هننتقل لمسألة أخرى. المسألة اللي معانا هترجعنا للمانومترات بس فكرة جديدة.
يعني احنا كنا خلاص قلنا خلاص مسائل المانومترات، لكن المسألة فيها فكرة جديدة، ان في انبوبة متوصل بيها مانومتر، المانومتر بقى مقلوب، مش ايه مقلوب يعني بالبلدي كده مقلوب على وشه، فدي بتلخبط شوية. عشان كده قلنا نحلها مع بعضينا ان شاء الله. طبعا انبوبة هنا فيها ووتر ومديني ليفلز، النقطة ايه او الدايمنشن ده مسميه ايه، ومديني دايمنشن ده مسميه بي، وده سي، وهنا في ووتر وهنا في بنزين. تمام، اديني سبيسيفيك ويت بتاعته، سبيسيفيك ويت بتاعت الووتر معروفه. طبعا في دايمنشن انا استنتجته هنا اهو، فرق ما بين ده وده انا استنتجته لان هحتاجه في المساله. عايز طبعا هنا البريشر ديفرنس بتوين ايه اند بي. اول ما اشوف المساله دي طبعا احنا كنا بنعمل بالانس، فالبالانس هعمله في النقطه هنا، النقطه دي اهو ما بين دي ودي. تمام، اما اقول بقى الضغط هنا هيساوي ايه بقى، الضغط هنا هيساوي الضغط عند نقطة ايه زائد الناحية دي تأثير اللي هو وزن الضغط الناتج عن وزن عمود الماء ده كله، زائد بقى ولا ناقص هنا؟ لا ما اقدرش اقول زائد، هقول ناقص. ونفس القصة هنا، هيبقى الضغط هنا بيساوي ايه، بيساوي الضغط عند نقطة بي ناقص الضغط الناتج عن الليفل بتاع البنزين ده اهو، وجبته اهو من زي ما بقولك انا كنت محتاجه فجبته، فرق الليفل ده من الليفل ده، زائد الضغط بتاع الووتر اللي هو مديهوني برضو، مديني الايه الارتفاع ده من هنا لهنا سي اهو مديهوني. تمام، بس في بس حد يقول لك لا طب انا اثبت لي ان هو هيبقى ناقص، مش هيبقى نيجاتيف مش بوزيتيف يعني. طب اجيبها لك بالراحه، اقول لك بالراحه، اقول لك ان انا ممكن اجيبها بطريقه تانية، اقول الضغط عند بي الاول بيساوي ايه. خلاص احنا مش اتعلمنا نقول لما الضغط عند بي هيساوي كل اللي فوقيه، خلاص هيساوي الضغط اهي عند نقطه الديتم بتاعتي بي دبل اي زائد ضغط الووتر رو ووتر في جي، احط بالرموز هنا دي ايه السي اهي من هنا لهنا السي. تمام، زائد رو بنزين في جي في انا سميتها اكس اهي. تمام، دي رقم تي كده. هب بقى النقطة بتاعت الديتم بتاعتي بي دبل اي هتساوي اهي بي بي اهو ناقص اهو، وادي كل ده بقى هناك بالنيجاتيف اهي، ثبتها لك اهي اهي اللي هي نيجاتيف ببساطة شديدة. دي معادلة رقم واحد. بنفس الطريقة، بنفس الطريقة الناحية التانية، ان الضغط عند ايه هيساوي اللي فوقيه لحد نقطة الديتم اللي انا اخترتها، بنفس الطريقة مساوي ضغط عند بي اي زائد هنا مفيش غير الووتر اهو والليفل بتاعه اللي هي بي. بي دي كده. تمام، بعدين ها جي بي اي لوحدها في طرف، يبقى بي ايه ناقص ووتر جي بي، دي معادلة رقم اتنين. بس هو ده اللي احنا عايزين نقوله، خلاص هو ده اللي احنا عايزين نقوله. هنبتدي بقى ان احنا يا نعوض يا نطرح المعادلتين من بعض عشان نجيب فرق الضغط ما بين بي وايه. مبدئيا باشمهندس ممكن تطرح بي من ايه او تطرح ايه من بي عادي، مش هتفرق مين اكبر من مين، لو طلع ده اكبر يعني طلعت بوزيتيف او نيجاتيف مش هتفرق. تمام، يبقى اذا انا هقول ضغط عند ايه ناقص الضغط عند بي، لان انا حليتها قبل كده فعارف ان الضغط عند ايه هيبقى اكبر، وهعوض تعويض مباشر. تمام، بس ممكن اول انقل المعادلة ارصها وبعدين اعوض. ووتر جي سي ووتر
جي دي بي ودي سي و بنزل جي في الاي اكس. تمام، هعوض بقى، يبقى فرق الضغط بيساوي 1000 حجرة الجاذبية في بي اللي هي 1080، هحولها كمل، عوض مباشر في السي اللي هي 610، رو بنزن عجلة الجاذبية في الاكس بتاعتي اللي هي 470 ملي، حولها برضو اهي. هجيب بقى كل ده على الآلة الحاسبة، يبقى الضغط عند A ناقص الضغط عند B بيساوي 552.7 باسكال. بكده نكون خلصنا المسائل على الجزء ده.